الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. هذا الحديث ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للقائم في حدود الله وللواقع فيها، وهذا الحديث من باب التذكير، أذكركم، هو في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما زلنا في هذا الباب. هذا هو الحديث الرابع في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم في حدود الله. حدود الله هي دينه وشرعه، والقائم في حدود الله هو العامل بها الداعي إليها. القائم بحدود الله هو القائم بالواجبات، التارك للمحرمات، الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر. هذا هو القائم في حدود الله، هذا الصنف الأول، لأن قلنا حدود الله تعالى دينه وشرعه، فيشمل ذلك كل ما شرعه الله من واجبات يجب فعلها أو محرمات يجب تركها أو أخبار يجب تصديقها. فالقائم في حدود الله هو العامل بها، هذا واحد، وعاد قائم في دفع المنكر وإزالته عنها، هذا القسم الأول. القسم الثاني: والواقع فيها. الواقع في الحدود المقصود به التارك للواجبات، أو الواقع في المحرمات، أو التارك لدفع المنكر وإزالته عن حدود الله. هذا كله كيتسمى واقع في حدود الله، إما هو غير عامل بها ولا عامل، ولكنه لا يدفع عن شرع الله ودينه المنكر، لا يدفع عن دين الله ما يجب أن يدفع، لا ينهى عن المنكر ولا يأمر بالمعروف، هذا هو الواقع فيها. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهذين مثالا واضحا بينا ليقرب به عليه الصلاة والسلام المراد، وهذا نهجه عليه الصلاة والسلام، وهو منهج مأخوذ من كتاب الله تعالى. الله تعالى في كثير من الأمور يضرب لنا الأمثال ليبين ويوضح ويفسر لنا تبارك وتعالى. قال: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا ضرب مثلا، إذا مثل القائم في حدود الله واقف بحالهاش كمثل قوم استهموا على سفينة. خلينا النبي صلى الله عليه وسلم بحال واحد الناس غير ركبوا في واحد السفينة، هاد السفينة فيها طابقان، طابق سفلي وطابق علوي، ولا بد ينقسموا إلى قسمين، النص ديالهم غادي يكون في الطابق السفلي والنص يكون في الطابق العلوي، لتأخذ السفينة توازنها، لتستوي السفينة. إلى كلهم في الطابق السفلي تقدر تغرق، إلى كلهم الفوق تقدر تقلب بهم، فلا بد باش تأخذ السفينة التوازن ديالها وتستوي في البحر، لا بد يكونوا نصف طابق السفلي ونصف طابق العلوي، وأيضا باش تكفيهم وما يكونش في ذلك حرج وضيق. فإذا هاد الناس خاصهم ينقسموا قسمين، قسم في الطابق السفلي وقسم في الطابق العلوي، كلهم ولا أكثرهم باغين يكونوا الفوق باش يكونوا قراب للماء إلا بغاو يسقيو بلا ما يطلعوا حتى للفوق وكذا إلى آخره. فماذا فعلوا؟ فعلوا القرعة. قال عليه الصلاة والسلام: كمثل قوم استهموا على سفينة. استهموا أي اقترعوا، الاستهام هو الاقتراع، يقال له الاستهام والمساهمة بمعنى الاقتراع، هذا من المعاني ديال المساهمة الاقتراع، ومنه قوله تعالى في قصة يونس: فساهم فكان من المدحضين. ساهم أي اقترع. إذن هاد الناس داروا القرعة، شكون اللي غيجي لتحت وشكون يجي يدير الفوق؟ إذن فلما داروا القرعة النص ديالهم جا لتحت والنص ديالهم في الطابق العلوي، مزيان، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها باش بالقرعة، ما داروا القرعة بيناتهم. طيب شوفوا من بعد اش غيوقع. فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم،
لان طبيعي انتم هم في الطابق السفلي الى بغاو الماء ديال البحر خاصهم يطلعوا لفوق غادي يمروا يدوزوا على هذوك اللي فوق منهم باش ياخذوا الماء من البحر. فكان الذين في اسفلها اذا استقوا من الماء، اش معنى استقوا من الماء؟ اي طلبوا سقي الماء، طلبوا الماء، بغاو الماء، مروا على من فوقهم كيدوزوا على دوك اللي فوقهم باش ياخذوا الماء. اذا كاين تعب خاصهم يطلعوا تال الفوق، هذوك اخرين قريب لهم الماء، هذوك خاصهم يطلعوا تال الفوق. الامر الثاني حسوا براسهم كيضيقوا على من فوقهم، كان دائما نمر بهم هازين هذا الماء غادين به جايين به، فاش قالوا مع انفسهم شوش قالوا؟ فقالوا، اي قال بعضهم لبعض هذوك اللي في الطابق السفلي، لو ان خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. نخرقوا واحد الخرق هنا نتقبل شي تقبل تحت غيكون الماء قريب لينا، هذا واحد، ولم نؤذي من فوقنا، ما نقولش كل مره غاديين عليهم جايين عليهم. قالوا ولم نؤذي من فوقنا، اش قال عليه الصلاه والسلام؟ هما شوف النيه ديالهم دابا، القصد ديالهم حسن، نيتهم حسنه، بغاو الخير، ما بغاوش يؤذيو هذوك اللي فوقهم. فبعضهم اقترح هذه الفكره، الفوق عارفين ان هذه ما صالحاش، الى خرقوا ذاك الثقب تحت غيدخل الماء للسفينه وغيغرقوا ويموتوا جميعا. فقال، شوف قال عليه الصلاة والسلام، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. إن تركوهم شكون هذوك اللي الفوق، وما أرادوا دوك اللي في الطبق السفلي هلكوا جميعا، يموتوا كاملين اللي الفوق والتحت، لما يدخل السفينة صافي مشات السفينة. وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، أي نجا هؤلاء وهؤلاء. إن أخذوا على أيديهم جاو عندهم وبالرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة نصحوهم، قالوا لهم لا راه خرقتوا السفينة غيوقع كذا وكذا من المفاسد والأضرار والأذى والآلام وكذا، وبينوا لهم الخطورة ديال داك الشيء، وأخذوا على أيديهم قالوا احنا نتعاونوا معاكم نهبطوا لكم مرة مرة الماء وماشي مشكل دوزوا من عندنا إلى آخره. المهم أناش أنهم أخذوا بأيديهم نجوا ونجوا جميعا، نجوا هادو اللي غياخذوا بيدهم، ونجوا حتى هادوك اللي في الطابق السفلي، وبالتالي سينجو الجميع. اذا لاحظتوا المثال هذا، لاش ضربوا النبي صلى الله عليه وسلم للقائم بحدود الله والواقع فيها؟ شنو المقصود بهذا المثال؟ المقصود ان القائم بحدود الله عليه ان ياخذ بايدي الواقع فيها، لانه قسم لنا في الاول الناس الى قسمين، الى قائمين بحدود الله والى واقعين فيها. فهذوك القائمون بحدود الله ليوفقهم الله تعالى لطاعته وتقواه خاصهم ياخذوا بايدي الواقعين في حدود الله. اش معنى ان ياخذوا بايديهم؟ ان ينصحوهم، ان يعظوهم، ان يذكروهم كما وقع هنا، راه قلنا غادي يتكلموا معاهم وكذا بالرفق واللين وكذا. فكذلك هؤلاء القائمون بحدود الله، العاملون بحدود الله، و الآمرون بالمعروف والنهي عن المنكر، عليهم أن يأخذوا بأيدي الواقعين في حدود الله، بحيث ينصحونهم، يدعونهم إلى الله، يبينون لهم، يوصونهم بالحق وبالصبر وبالخير، ويأمرونهم بالمعروف بمعروف، وينهونهم عن المنكر بلا منكر، وهكذا. هذا هو الأخذ بأيديهم. فإن أخذوا بأيديهم نجوا جميعا. إلى هذوك القائمون بحدود الله قالوا ما شغلناش، خلينا دابا من السفينة نرجعوا للمشبه اللي هو ما ضرب له المثل، مشبه ماشي المشبه به، المشبه. لو انهم ما خذوش بيدهم قالوا شغلهم هذاك، الحق بين والباطل بين، الحلال بين الحرام بين، اللي بغى يدير شي حاجه يديرها، شغله لا انصح ولا ادعو ولا ابين ولا امر ولا انهى، اش غيوقع؟ هلكوا جميعا. لان هاد القائمون بحدود الله الا ما نصحوش ذاك الصنف الاخر، الا ما خداوش بيدهم وعلموهم وبينوا لهم وعرفوهم وصبروا عليهم شيئا فشيئا شويه بشويه، سيجدون منهم الاذى كما وجده الانبياء والرسل من اقوامهم. انبياء الله ورسل اصفياءه من خلقه وجدوا الاذى، وجدوا اذى كثيره كبيره، وصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فإلا خذوا بيدهم وصبروا عليهم غينجوا جميعا، إلا خذوش غيهلكوا جميعا. علاش غيهلكوا جميعا؟ لأن إلا ما خذوش بيدهم سيكثر الشر، الشر غيبقى غادي يكثر، لأن الدعاة إلى الشر موجودين في أي زمن، الدعاة إلى الأباطيل وإلى الشرور وأنواع الضرر متكاثرون ومتوافرون في أي زمن. إذا كاينين دعاة الباطل موجودين، أهل الحق لم ينصحوا ولم يدعوا إلى الله، اش غيوقع بعد سنوات بعد عقود من الزمن؟ غيكثر الباطل ولا لا؟ لابد، لأن المدافع بين الحق والباطل هذا أمر لابد أن يبقى أن يستمر. إلا ما بقاش ديك مدافعة الحق
للباطل، مدافع بين الحق والباطل ما بقاتش، غيغلب الشر وغيغلب الباطل، سيعلو لسكوت أهل الحق عن الحق. فإذا من اللي غيكثر الشر أش غيوقع؟ غيجي عذاب الله تبارك وتعالى فيعم الجميع. هذا هو المثل المضروب ديال نجوا ونجوا جميعا، حتى هادو القائمون في حدود الله إذا لم ينصحوا ولم يدعوا ولم يبينوا غادي يكثر الشر، وإذا عم الشر وكثر الخبث غادي يعم الفساد جميع الناس، لأنه هو الله تعالى بغيه لك هادوك الظالمين هادوك المفسدين في الأرض بغيه لكم. كيف يهلكهم ويعيش فيهم ووسطهم الصالحون؟ الصالحون عايشين معهم في نفس المدينة، في نفس القرية، في نفس الحي، في نفس الدولة، في نفس المكان، في نفس البقعة، يعيش الصالحون ومعهم كثير من المفسدين. فمن اللي يجي عذاب الله تعالى المفسدين غادي يأخذ معه أولئك الصالحون. وهذا معنى قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا فتنة بمعنى خافوا أيها المؤمنون فتنة، خافوا عذابا وهلاكا وعقابا يأتي من الله. هذا العذاب لا يصيب الظالمين خاصة بل يعم الجميع، لأن هذه عادة الله تعالى في الكون، عادة الله في الخلق أن العذاب من اللي كيجي ما كينتقيش، عذاب الله تعالى من كيجي ما كينتقيش الناس، هذا مفسد غيصيبوا العذاب وهذا مفسد، وذاك الصالح اللي مع المفسد لا يصيبه يعم، ولو كان الصالح لا يستحق الهلاك، لأن الصالح أحيانا إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه يستحق أن يعذب، كما تقدم معنا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. هذوك اللي سكتوا عن الباطل من بني إسرائيل، هؤلاء استحقوا اللعن من الله تبارك وتعالى، قال الله لبئس ما كانوا يفعلون. هذا قسم. كاين قسم آخر لا يستحقون العذاب، كانوا كينصحوا، ولكن من اللي كيكثر الشر ويكثر الفساد وكيعم فإنه لا يصيب الظالمين خاصة، يعم الجميع. ثم يبعثهم الله يوم القيامة على نياتهم وأعمالهم. هذا إذا كان الصالحون قائمون في حدود الله، يعني ينصحون، يدعون إلى الله، يعلمون، يبينون، يرشدون، يدلون على الخير ويحذرون من الشر. فخيجي العذاب عمهم جميعا، لأن دي سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، ما كينتقيش المفسدين بوحدهم بالعذاب، غادي يجي عام، لكن يبعثون يوم القيامة على نياتهم وأعمالهم. فإذا المقصود بهذا المثالاش بغي يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذوك القائمون بحدود الله اللي هم الأولين في حدود، عليهم أن يأخذوا بأيدي الواقعين في حدود الله، ولا بغوا يأخذوا في بيدهم باش ينجوا جميعا، خصهم يصبروا عليهم. ولهذا الله تعالى لما ذكر الدعوة إليه تبارك وتعالى قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذه من صفات الناجين، آمنوا وعملوا الصالحات ووصى بعضهم بعضا بالحق وصى بعضهم بعضا بالصبر. الدعوة إلى الله والنصح والبيان تحتاج إلى صبر. بحال المثال المضروب، شتي المثال المضروب اللي ذكروا النبي عليه الصلاة والسلام، راه ممكن هذوك اللي الفوق يبغيو ينصحوا اللي تحت غيلقاو شي واحد فيهم ولا شي وحده راسه مقاصح، ممكن هذوك اللي الفوق فلان ما تقبوش السفينة راه غنغرقوا جميعا، ممكن يلقاو شي واحد راسه قاصح يقول لهم لا ما يوقع والو راه نسدوها ونعاودوا نحلوها، فهمتي، نديروا شهادة نجبدوا شوية الماء، ممكن اش خاصو يصبروا عليهم ولا لا؟ لما صبرتيش عليه راه يخليك تنعس ويمشي تقب السفينة، إذا واجب تصبر عليه. هكذا، هذا هو المثال اللي ضربوه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا فهؤلاء القائمون بحدود الله عليهم أن يصبروا على الواقعين في حدود الله، وخاصة إمتى يجب أن يكون الصبر أكثر وأن تكون الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والبيان النصح بشكل أمتن وأشد وأقوى وأكثر؟ عندما تكثر الفتن وتشتد في الزمن، في الحقبة الزمنية اللي كتكتار فيها الفتن وتشتد، حينئذ يجب على القائمين في حدود الله أن يكون نصحهم وتوجيههم وتعليمهم أمتن وأقوى وأشد. لماذا؟ لكثرة الفتن واشتدادها وعظمتها. راه الفتن إذا اشتدت وعظمت راه تختلط على يختلط الحق بالباطل على الأذكياء على الألباء، فكيف بعامة الناس؟ والواقع ولا التاريخ على مر العصور يدلكم على هذا، خير شاهد على هذا. متى وقعت في المسلمين فتنة على مر العصور؟ غير في عصرنا هذا كل 10 سنوات ولا 15 سنة كيوقع شي ابتلاء في المسلمين. متى وقعت فتنة يمحص الله تعالى بها المؤمنين؟
يظهر المؤمن الذي يكون على النهج الصحيح وعلى العقيدة الصحيحة وعلى علم بما هو عليه، يظهر ثباته على المنهج وعلى العقيدة الصحيحة وعلى دين الله تبارك وتعالى من غيره ممن لا يكون كذلك. الفتن رأى أمرها خطير، أمرها شديد جدا، خاصة عند اشتدادها، فأهل الحق يجب عليهم أن يصبروا عند اشتداد الفتن. ولهذا ما كيتبين للناس الحق من الباطل حتى تذهب تلك الغمامة، ملي كتمشي ديك الغمامة اللي خلات الناس ميميزوش الحق من الباطل تزول، فتظهر السماء صافية لا حائل بيننا وبينها، كذلك الحق يظهر واضحا لا يحول بيننا وبينه شيء، كالشمس إذا زال عنها الغمام الذي يحجب نورها وسطوعها حينئذ يتبين للناس المحق بنا من المبطل. فعند اشتداد الفتن هذا أمر عادي على مر العصور، يفتن كثير من الناس في دينهم. والأمر عند الفتن، عند اشتداد الفتن في الحقيقة لاش يحتاج؟ يحتاج إلى إيمان وعلم. راه عند الفتن نحتاج إلى العلم أكثر منا عند الرخاء، أكثر منا عند السراء، عند الشدائد والمضار والفتن حينئذ نحتاج إلى العلم والتأصيل والتفقه في دين الله تعالى أكثر من غيره من غيرها من الأزمنة. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: فإن تركوهم وما أرادوا، ما هدروا معاهم ما نصحوهم ولا شيء، هلكوا جميعا. وإن أخذوا على أيديهم بالرفق واللين وناصحوهم وصبروا على أذاهم كما فعل الأنبياء، ودائما الداعي إلى الله تعالى يجب أن تكون له سلوة وقدوة في أنبياء الله ورسوله، خير البشر أفضل الخلق أوذوا في الله تبارك وتعالى، وسمعوا الكلام الشديد القبيح الفظيع من أقرب الناس إليهم، من أقاربهم جيرانهم أقوامهم، يعني من نفس الأصل والنسب والحسب، وسمعوا منهم كلاما شديدا زيادة على الاستهزاء والتهكم وغير ذلك، وثم السب والشتم واللعن، وتعلمون ما وقع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا من أقرب الأقربين إليه عليه الصلاة والسلام. إذن قال عليه الصلاة والسلام: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. والحديث هذا من الأحاديث التي يستدل بها الفقهاء على إثبات القرعة، أن القرعة جائزة. القرعة فاش تكون؟ القرعة مش القرعة، لا كنقصد بالقرعة يعني أن نميز الشيء الذي اشتبه بالاقتراع، ماشي القرعة بالمصطلح العرفي عندنا في المغرب، هذيك القرعة ديال الفلوس، لا ما كنقصدش، كنقصد القرعة عند الفقهاء، هذا اصطلاح فقهي، ماشي القرعة عند الفقهاء شنو هي؟ هي أن نستعمل السهام ونحوها في تمييز الأمر المشتبه. إلا شي أمر اشتبه شي مرة واختلط ولم نستطع تمييزه إلا بالقرعة فإنه يقرع. كذلك عند التكافؤ والتعادل بين شيئين عند التساوي، ولا يمكن أن نقدم إلا واحدا، نقدمه بالقرعة. ولهذا يذكرها الفقهاء هذه حتى في المناصب، في المناصب اللي فيها سلطة على بعض الناس أو نحو ذلك، إذا تقدم لمنصب شخصان متكافئان متساويان متعادلان في الكفاءة، اختبر هذا وهذا فوجد متكافئين من جميع الجهات مثلا، فإنه يقرع بينهما، تجوز القرعة هنا لأن الأمر وقع فيه تكافؤ. كذلك لو تقدم شخصان للإمامة العظمى، جوج الناس مثلا كان ولي الأمر ديال المسلمين مات ولم يعهد بالأمر لأحد، وتقدم للأمر أو أهل الحل والعقد قدما شخصين، أهل الحل والعقد قالوا جوج يستحقوا الولاية، وحاول أهل الحل والعقد الترجيح بينهما فوجدوهما متكافئين من جميع الجهات مثلا، فإنه يقرع بينهما. كذلك إمامة الصلاة لو وقع النزاع فيها شي دوار ولا قبيلة، الناس بغين يقدموا هذا يكون إمام وحين بغين يقدموا هذا إمام، وتكافأ في كل شيء في القرآن والحفظ والسن وغير ذلك فيقرع بينهما. كذلك قلت هذه في التكافؤ، كذلك في الأمور المشتبهة، أمور المشتبهة مثلا خرجوا جوج الناس من هنا من الباب لقاو بقي نعل واحد، وهذا النعل يشترك فيه اثنان، بمعنى واحد جوج أشخاص عندهم نفس النعل من نفس الجودة نفس الرقم نفس كذا، وتنازع فيه، واحد كيقول ديالي والآخر كيقول ديالي، وليست لأي واحد منهما أمارة على أنه له كيل الاشتباه، ممكن يكون ديال فلان ممكن يكون ديال فلان متساويين،
في الجودة والرداءة وفي الرقم وفي كل شيء، في الصفات، في اللون، في الحجم، في كل شيء. فالتبس الأمر، يعني كل واحد كيقول ربما ديالي وآخر كيقول ربما ديالي، استويا في ذلك، فإنه يقرع بينهما لوقوع الاشتباه. شكون اللي مشى فيهم؟ لأن واحد تسرق، ما عرفناش شكون تسرق، ديال فلان ولا ديال فلان، هذا واش نعطيه لهذا ولا لهذا، يقرع بينهما. هذا هو معنى الأمر المشتبه، أمر مشتبه أو تكافأ شيئان وكان لابد من ترجيح واحد يقرع بينهما. القرعة جائزة ودلت عليها نصوص من القرآن. القرعة ذكرت في القرآن في موضعين، في كتاب الله تعالى، في قول الله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، يلقون أقلامهم يستهيمون، كل قلم رفيه من يكفل مريم. وأيضا في قصة يونس عليه السلام لما كان في الفلك في البحر فساهم فكان من المدحضين كما ذكر الله تعالى. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور عدة، كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، كيدير لهم القرعة شكون يخرج معه في السفر. هذا قد يفعله الإنسان مع أولاده، مثلا واحد يريد سفرا ولا ذهابا إلى مكان ما ولا يمكنه أن يأخذ ولدين، عنده جوج ولا ثلاثة ولا أربعة ما يمكنش يدي جوج، خاصو يدي واحدا منهما، يقرعه بين أولاده، يدير لهم القرعة. هذا هو معنى الأمر الذي اشتبه. فإذا الحديث هذا يدل علاش؟ على القرعة. في عندنا القرعة في هذا الحديث أن هاد الناس من اللي بغوا يركبوا السفينة استهموا شكون اللي غيكون في أعلاها وشكون يكون في أسفلها. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية، أم سلمة هند بنت أبي أمية عن حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام، شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا بما سيأتي بعد زمانه، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. خبرنا بواحد الأمور قالنا غتجي وجاءت بعده عليه الصلاة والسلام. قال لنا إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، سيستعمل عليكم أمراء في الزمن المستقبل بعد موتي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في المستقبل بعد موتي سيستعمل عليكم أمراء، سواء عهد إليهم بالأمر من كان قبلهم أو نصب عليكم بالغلبة، لأن من الأمور اللي كتبت بها ولاية ولي الأمر الغلبة، إذا استتب له الأمر بالغلبة صار وليا، أو عهد إليه بالأمر من كان قبله أو قدمه أهل الحل والعقد بعد الشورى بينهم، أو غير ذلك من الطرق التي تثبت بها ولاية ولي الأمر. قال سيستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون. ما معنى تعرفون وتنكرون؟ أي تصدر منهم أمور من المعروف تعرفونها، بمعنى هي من المعروف ليست محرمة، غتكون منهم بعض الطاعات، بعض الأمور الجائزة، بعض الأمور المستحبة، بعض الأمور تعرفونها من المعروف وليست من المنكر. وتنكرون، غتكون منهم تصرفات أخرى تنكرونها، بمعنى أنها من المنكر، ربما يفعلون بعض المحرمات أو يتركون بعض الواجبات أو يسكتون على بعض المنكرات، هذا مما تنكرونه. إذن هادو اللي غيجيهم بعد غتكون أمور تعرفونها وأمور تنكرونها، أمور مأذون فيها شرعا واجب ومستحب ومباح، وأمور تنكرونها محرمة يفعلونها أو يسكتون عليها ويقرون. طيب من اللي غادي يجي هذا الزمن؟ ما الذي سيقع؟ النبي صلى الله عليه وسلم كيخبرنا بالناس في هذاك الزمن إلى كم قسم ينقسمون، فذكر عليه الصلاة والسلام أن الناس سينقسمون إلى ثلاثة أقسام. قال فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس حينئذ، أن المسلمين حينئذ على ثلاثة أقسام. قسم يكره ذلك بقلبه، يكره ما ينكر، ماشي ما يعرف، ما يعرف راه مزيان، لما ينكر من فعل الحرام أو سكر الحرام يكرهه بقلبه، ولكن ليست له القدرة على الإنكار باللسان أو الإنكار باللسان، ما عنده غير القدرة على الكراهية بالقلب، ينكر ذلك المنكر بقلبه، يكرهه، يبغضه، يعاديه، ينزعج إذا رآه أو سمع به. قال لنا فمن كره، أي كره بقلبه لأنه لم يستطع أكثر من ذلك، فقد برئ، أي برئ من الإثم،
بريئة من المعصية. واضح المعنى؟ هذا القسم الأول. القسم الثاني قال ومن أنكر فقد سلم. من أنكر هذا ممن كان قادرا على الإنكار، شي حد قادر على أن ينكر بلسانه، له الاستطاعة وله القدرة على ذلك، أن يكون مقربا من ولي الأمر بحيث يمكنه أن ينصحه ويبين له بلسانه مثلا، قال فقد سلم. ولكن القسم الثالث هذا هو اللي مذموم، ولكن من رضي وتابع، أي من رضي بأفعالهم المنكرة وتابعهم عليها، فهذا هو العاصي، هذا هو العاصي لله رب العالمين. ولهذا جاء عندنا في كثير من النصوص أن طاعة ولي الأمر واجبة في غير معصية الله ما لم يأمروا بمعصية، وهذا أمر وقع عليه إجماع السلف وما زال يجمع عليه المسلمون إلى اليوم. لا نعلم مسلما يقول يطاع ولي الأمر في المعصية، لا لا نعلم مسلما يقول هذا من المسلمين. إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة بالإجماع، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ونص عليه أئمتنا قديما في كتب العقيدة. إمام الطحاوي يقول رحمه الله ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافة. الشاهد قال ما لم يأمروا بمعصية، لأن باسم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فطاعتهم تابعة لطاعة الله و ورسولي، هذا أمر معلوم بديهي لا يحتاج إلى نقاش، الطاعة في المعصية لا تجوز بإجماع المسلمين. إذن الشاهد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس لثلاثة الأقسام، فجعل من هذه ثلاثة الأقسام جعل قسمين بريئين وقسما آثما. جوج الأقسام من الناس أصحابها يسلمون من الإثم يبرؤون منه، وقسم من الناس هو الذي يكون عاصيا. شكون هاد القسمين البريئين؟ القسم الاول من كره بقلبه ولم يرضى بذلك، ما عجبوش، ينزعج قلبه، يضيق صدره اذا راى المنكر، يضيق صدره بذلك، ينزعج، يكره ذلك ما يرى، ولكن ما عنده قدره على شيء فوق الانكار بالقلب، ليس عنده الاستطاعه، هذا بريء. القسم الثاني أنكر بلسانه، ناصح، راه قلنا شرحنا في الدرس الماضي قلنا الإنكار ماشي لا يستلزم أن يكون بغلظة وشدة وغواته، يدخل فيهاش النصح فيما بينك وبينه، هذا إنكار. إذا نصحت وقلت هذا لا يجوز ومحرم وبينت بالعلم والموعظة الحسنة فهذا من الإنكار، لم تسكت عن المنكر. إذا القسم الثاني من أنكر كان قادرا وأنكر، هذان بريئان. شكون هو القسم الذي يكون آثما؟ من رضي وتابع، أي من رضي بأفعالهم وتابعهم عليها، راضي بها، صدره منشرح بها، لا يكره ولا ينزعج قلبه ولا يتحرك، بل هو راضي بذلك وربما يدافع عنه ويؤصل له ويتابعهم عليه، هذا هو العاصي لله رب العالمين. واضح المعنى؟ قال عليه الصلاة والسلام إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ أي بقلبه، ومن أنكر بلسانه كان قادرا على ذلك فقد سلم، ولكن أي العاصي اللي لا يسلم من الإثم من رضي وتابع، رضي بأقوالهم وأفعالهم وتابعهم عليها. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. ألا نقاتلهم؟ إذا كان هاد الناس نعرف منهم وننكر، إذا كيديروا شي أمور ننكرها من المنكر أو يقرون عليها، ألا نقاتلهم لنزيحهم عما هم فيه ولينصب في الأمر من نعرف منه ولا ننكر؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما داموا يقيمون فيكم الصلاة. إيش معنى يقيمون فيكم الصلاة؟ أي يقيمون الصلاة في بلادكم، بمعنى أنهم لا يمنعون منها، يقيمون فيكم الصلاة، يظهر منهم في الظاهر أنهم يصلون ثم لا يمنعون من إقامة الصلاة بحيث تقام الصلاة في بلادهم، ولا يمنعون من ذلك، بل ربما يعينون عليه على بناء المساجد وتشييدها ونحو ذلك. إذا ما دامت شعيرة الصلاة ظاهرة فيكم، ما زالت الشعيرة ظاهرة وتقام ولا يمنع منها أحد، قال فلا، لا تنازعوهم الأمر. وللأمر ضوابط أخرى كنا ذكرناها في الدرس الماضي لا نكررها ولا نطيل بإعادتها. الحديث السادس عن أم المؤمنين أم الحكم
زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها اللي هي السبابة. فقلت يا رسول الله، هذه زينب بنت جحش أم المؤمنين، فقلت يا رسول الله أنهلك أو نهلك يا صحان، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. متفق عليه. إذن يقول علي، تقول أم المؤمنين زينب بنت جحش، تقول دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فزعا. قلت لك واحد المرة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى في وجهه الفزع، هذا هو معنى دخل علي فزعا. جاء في رواية دخل عليها محمر الوجه، واحمرار الوجه علامة الفزع. دخل عليها فزعا خائفا، يظهر عليه الارتعاد والخوف والفزع عليه الصلاة والسلام من أمر خطير أوحى الله به إليه. دخل عليها فزعا وهو يقول لا إله إلا الله. لماذا يقولها؟ تحقيقا للتوحيد وتثبيتا له، لأن التوحيد هذا يبنى عليه كل شيء، هو أصل وأساس كل شيء. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن مسعود أي ليوحدون. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولهذا دخل يردد كلمة التوحيد تحقيقا وتثبيتا له، لأنه أصل الأصول، لأنه الأساس الذي يبنى عليه كل شيء، لا إله إلا الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام ويل للعرب من شر قد اقترب. ويل للعرب، الويل بمعنى الهلاك، بمعنى هناك هلاك سيحل بالعرب. ويل للعرب، هلاك سيحل بالعرب. طيب لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم العرب بالذكر؟ علاش ما قالش ويل للمسلمين من شر قد اقترب؟ لأن الإسلام في العرب وغيرهم، في العرب والعجم. فلماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم العرب بالذكر؟ قال أهل العلم إنما خصهم بالذكر لأن الأصل أنهم هم حاملوا لواء الإسلام. الأصل أن حاملي لواء الدين هم العرب. قال الله تعالى في سياق الامتنان يتحدث عن العرب أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فدعوة النبي عليه الصلاة والسلام كانت بلسان عربي مبين، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وأول من دعي إلى الإسلام هم العرب. إذن فالأصل أنهم هم حاملوا لواء الدين، فهم الذين بلغوا الدين لغيرهم، هم اللي خداهم النبي عليه الصلاة والسلام وبلغوه للعجم ولغيرهم من الناس. ولهذا أكثر المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شكون في الأول في زمن النبي عليه الصلاة والسلام اللي كانوا معاه وعاصروا الوحي وعاشوا معه؟ العرب، وهم بلغوا دين الله للناس في أقطار الأرض كلها، للعجم وغيرهم في أقطار الأرض كلها. فلما كانوا هم حاملي لواء الإسلام خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، قال ويل للعرب، وإلا فإن هذا الهلاك سيعم الجميع، لكن خصهم بالذكر للفائدة المذكورة. قال ويل للعرب من شر قد اقترب، شر قريب. شنو هذا الشر؟ هذا الشر هو الذي يحصل من إفساد يأجوج ومأجوج في الأرض. يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، كما ذكر الله تعالى ذلك في سورة الكهف لما ذكر قصة ذي القرنين، لما بنلدك الناس ذاك الحجاب ذاك الحاجز، أش قالوا ذي القرنين؟ قالوا له يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، إذن أهل شر وفساد هاد القبيلة ديال ياجوج وماجوج. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ويل العرب من شر، إذن هاد الشر أش هو فساد ياجوج وماجوج، لأن هو ربي لهم قال فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه، إذن هذا شر ماذا؟ شر ياجوج وماجوج، شر هؤلاء المفسدين في الأرض. قد اقترب أي أنه قريب منا. طيب قد اقترب علاش؟ شوفوا لاحظوا النبي عليه الصلاة والسلام شنو ذكر لهم، قال لهم عليه الصلاة والسلام فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وأشار بأصبعيه الإبهام والتي تليها اللي هي السبابة. هذا بالنسبة لنا مثلا هكذا، هذا بالنسبة لنا
شيء يسير بالنسبة لنا احنا، مقدار يسير، جزء ضعيف، ومقدار قليل يسير من الردم الذي فتحوه من الأرض. لكن مع كونه يسيرا، النبي عليه الصلاة والسلام يحذر أمته من شر يأجوج ومأجوج، يحذرهم منذ حياته عليه الصلاة والسلام في زمنه وهو حي، كيقول لهم، بمعنى كيقول لهم راه كل يوم يوما بعد يوم ولكل مدة، فإن ذلك الردم يزال منه شيء يسير، يزال منه شيء قليل، فكونوا على حذر، كونوا على بال من خروج يأجوج ومأجوج المفسدين في الأرض. قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وأشار عليه الصلاة والسلام بالإبهام والسبابة. قالت زينب: فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، بمعنى ذاك الزمن اللي غيخرج فيه يأجوج ومأجوج وغيكون هلاك الناس الذين يكونون في ذلك الزمن، لأن خروج يأجوج ومأجوج من علامات الساعة الكبرى كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، علامات الساعة حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا كما جاء عن صحيح مسلم. فقالت: أنا هلك، يعني لا خرجوا، إحنا فينا الصالحون، فينا المؤمنون، الناس كيصليوا وكذا وكذا، أنا هلك. قال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا كثر الخبث، بمعنى يهلك الصالحون وسط الفاسدين المفسدين، عندما يكثر أهل الشر ويكثر أهل الفساد ويصيرون أكثر من أهل الصلاح. إذا كثر الخبث أي انتشر وعم وفشى في المسلمين، فصار الخبث أي الفساد في الأرض أكثر من الصلاح والإصلاح، كثر الفساد والإفساد وصار هذا أكثر من الصلاح والإصلاح، بمعنى صار أهل الإفساد أكثر من أهل الإصلاح. هذوك اللي كيفسدوا في الأرض أكثر من اللي جيتي تدير نسبة مئوية لأهل الإصلاح تجدهم 5% مثلا أو أقل من ذلك، وأهل الإفساد في الأرض الذين يفسدون في الأرض ويعتون فيها بأنواع من الفساد، فساد الشهوات بأنواعه وفساد الشهوات بأنواعه، غتلقى هادو قلال بالنسبة لأولئك. إذن في هذه الحالة كثر الخبث، كثر الخبث أي كثر أهله، كثر الشر وأهله، كثر الفساد وأهله، فيعم عقاب الله وعذابه كما قلناش الجميع، كما قال تعالى في الآية اللي ذكرناه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم. لكن يوم القيامة يبعثون على نياتهم وأعمالهم، غادي يعمهم العذاب جميعا، لكن ما غيتبعتوش سواء، فرق بين الصالحين والفاسدين. لكن متى؟ إذا كان الصالحون قائمين في حدود الله كما ذكرنا، إذا كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيقوموا بالواجب وخقلال قائمين بالواجب، يدعون إلى الله وينصحون ويبينون، جاء العذاب عمهم جميعا فيعذبون جميعا، لكن هذا يكتب له أجر ذلك، والآخر الفاسد يزداد عذابا على عذابه، فيختلفون في بعثهم. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بقاء اليهود والنصارى والمشركين في جزيرة العرب بالخصوص. جاءت أحاديث كثيرة يحذر فيها النبي عليه الصلاة والسلام من وجود، من بقاء أو وجود بعد ذلك ولا استقدام اليهود والنصارى والمشركين إلى جزيرة العرب. قال عليه الصلاة والسلام: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وقال عليه الصلاة والسلام: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وقال عليه الصلاة والسلام في آخر حياته: لئن عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلمة، عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء يحذر زينب رضي الله تعالى عنها ويقول لها: ويل للعرب من شر قديم قد اقترب. أما في زماننا هذا فالمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، كثير منهم مع الأسف، كثير من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها تجدهم يعظمون الكفارة، يعظمون أعداء الدين بمختلف مللهم ونحالهم. هل لك يعظموا فرقا ولا طوائف ولا أفرادا من اليهود؟ ها من يعظم طوائف ولا أفرادا من النصارى؟ من يعظم طوائف ولا أفرادا من المشركين بمختلف مللهم ونحلهم؟ وتجد أولاد المسلمين ممن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، تجدهم متعلقين بأولئك الكافرين بمختلف هذه الملل اللي ذكرنا أشد من تعلقهم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم ربما أشد تعلقا من النبي عليه الصلاة والسلام.
لا يعرف عن نبيه شيئا ولا يتابع نبيه في شيء ولا يقتدي به ولا يأخذ بوصاياه ونصائحه، لكن تجده متابعا لتلك الطائفة أو الفرقة أو الحزب أو الأفراد من الكفار بمختلف أشد المتابعة، يتابعهم في كل شيء، في المظهر، في التصرفات، في الأقوال، في الأفعال، في كل شيء، أشد الاتباع. وهذا اللي كتلقاه متأثرا بهؤلاء الكفر المشركين، أشد التأثر ومتابعا أشد الاتباع لهؤلاء، ويعرف عنهم الصغيرة والكبيرة، عن سنة ولادتهم ومكان نشأتهم وأين كانوا ومن أين أتوا، تفاصيل وجزئيات ربما لا يعرفها عن أبي وأمي، يعرفها عن هؤلاء ويحفظها ويتباهى ويتفخر بها. هذا هو الذي تجده يقول أين العلماء. هذا هو اللي كتلقاه كيقول في العلماء، والعلماء ساكتين، وهو غارق في تعظيم أهل الكفر بمختلف ملل وحليم من اليهود والنصارى، غارق في تعظيمهم وتمجيدهم والتفاخر معهم. وهؤلاء يظهرون كفرهم، مش زعما يخفونه، لا، يظهرون عقيدة التثليث، عقيدة التثليث اللي قال الله تعالى فيها لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يصرحون بها ويظهرونها، وهو معظم مفتخر بهؤلاء، مشجع لهم بالليل والنهار، وهم وكثير من هؤلاء يدعمون أعداء الدين الذين يقتلون المسلمين. هادو اللي هؤلاء يشجعونهم وكذا، يدعمون دعما ماديا كبيرا وكثيرا فرقهم ولا أفرادهم أعداء الدين دعما واضحا مباشرا، الذين يقتلون إخواننا المسلمين ويضطهدون. وبعد ذلك يقول لك أين العلماء، العلماء ساكتون صامتون، والخلل من هو من ومن 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 أمثاله. إذا رجع هؤلاء لدين الله وتمسكوا به وأقاموه، أقمنا دين الله تعالى أفرادا، ومن بعد لما أقمناه أفرادا صار الدين قائما في المجتمع، لأننا أقمناه أفرادا، أقمنا دين الله في أنفسنا، ألا ينصرنا الله رب العالمين؟ بلى، وعد ولا يخلف الله تبارك وتعالى وعده. وعد الله عز وجل المؤمنين أن ينصرهم إذا رجعوا إلى دينهم، إذا تمسكوا به، إذا نصروا هذا الدين العظيم وافتخروا به وأعزوه وجعلوه فوق رؤوسهم. مش المسلمين يصيرون أذلة وعالة وتبع للكفار لأعداء الدين ويتباهون ويفتخرون بهم. دابا ما كنلقاوش بين المسلمين من يقول هادوك حسن منا. كاين دابا الناس مسلمين كيقول لك هادوك، كيقصد الكفار يهود ونصارى كيف ما بغيتوا، هادوك حسن منا، ولا عندهم أخلاق حسن منا، ولا فيهم كذا وكذا، يتباهى بهم ويفضلهم على المسلمين. علاش؟ لأن المسلمين متأخرون في دنياهم، لأن دوك الناس عندهم كذا وكذا من الحقوق، ولا من المساكن، ولا من الملابس، ولا الشوارع، ولا غير ذلك، فيفضلهم على المؤمنين. وهذا يقدح في عقيدة العبد المسلم، هذا طعن في عقيدة العبد المسلم. مسلم لا يجوز له بحال كيف ما بغي يكون المسلم مقصرا، وكيف ما بغي يكون الكافر متقدما في الدنيا، لا يجوز لك بحال أن تفضل كافرا على مسلم. الفرق الكبير الجوهري اللي أعظم من ذاك الشيء اللي في راسك كامل بيناتهم، أن هذا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والآخر لا يقر بذلك. هذا هو الأصل في التفريق بين من توالي ومن تعادي. هذا تواليه لأنه مؤمن، وذاك تعاديه لأنه كافر. الله تعالى يقول ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. عبد مؤمن غير عبد، هذا عبد المقابل للحر، عبد غير مملوك لسيده، ليس له حرية التصرف، لكنه مؤمن. قال خير من مشرك، من كافر، ولو أعجبكم ذلك الكافر بغناه، ولا بحسبه ونسبه، ولا بما عنده. إذن هاي عقيدة الولاء والبراء، عقيدة أصل من أصول الدين يقدح فيها، عقيدة من أصل من أصول الدين تطعن ويقدح فيها، ولا يلتفت هؤلاء الناس. لذلك يمجدون الكافرين بالليل والنهار، ثم بعد ذلك يقولون ما يقولون. إذن قال عليه الصلاة والسلام في الحديث، نعم إذا كثر الخبث، متفق عليه. الحديث السابع عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر
وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متفق عليه. إذن يقول عليه الصلاة والسلام إياكم والجلوس في الطرقات. الأصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الجلوس في الطرقات. شنو الجلوس في الطرقات؟ إما الجلوس وسط الطرقات أو الجلوس بجانب الطرقات. يعني يجي إنسان واحد طريق يمر منه المسلمون غادين جايين، درب مثلا ولا واحد زنقة ضيقة ولا هذا شي مكان واسع، زنقة ولا درب ولا هذا، الناس غادين جايين رجالا ونساء داخلين لديورهم دايزين من هنا إلى آخره ولا خارجين، والناس يجلسون وسط هذه الأزقة أو بجانبها ويرون كل أحد الغادي والرائح. قال إياكم والجلوس في الطرقات، حذرنا عليه الصلاة والسلام من ذلك، قال لنا ما تجلسوش فيها، هذا هو الأصل. لكن الصحابة قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، عندنا واحد الأماكن كنجتمع فيها إيه هي راه في جنب الطريق كيدوزوا الناس كيمشيوا ويجيوا، ولكن راه يصعب علينا أن نتركها لأننا نتحدث في هذه الأماكن اللي كنتلاقاو فيها وكنجمعوا وكنهضروا شي شوية بيناتنا فيها قريبة من الطريق، وما لنا منها بد، ما عندناش شي بديل. واضح المعنى؟ اش قال لهم عليه الصلاة والسلام؟ قال فإذا أبيتم إلا المجلس، يعني إلا الجلوس، فأعطوا الطريق حقه. يعني إن كنتم جالسين ولا بد، ليس لكم بد منها، ما عندكمش مكان أخر تجلسوا فيه غير ديك البلايص اللي هي في جنب ماشي وسط الطريق، لكن في جنب الطريق وكيمروا عليكم منها الناس وغتجلسوا فيها ولا بد، فلا بد لكم من خمسة أمور. كأنه عليه الصلاة والسلام مش كيقول، كيقول لنا من أراد أن يجلس في تلكم الأماكن فعليه بخمسة شروط، فمن لم يستطع الإتيان بها فلا يجلس. هذا هو المعنى، اللي قادر يحقق هذه الخمسة فلا بأس. واضح أنه يزول لا بأس، ومن لم يكن قادرا قال لك لا أنا ما قدرتش، قادر على ثلاثة وما قادش على الرابع والخامس ولا ما قادش على الخامس فلا تجلس، لأن جواز الجلوس مرتبط بخمسة شروط. بغيتي تسهل على نفسك المأمورية وتخرج من هذه القيود والشروط ما تجلس فيها، ما تجلس فيها أنت سالم. بغيتي تجلس كتلزمك واحد الأمور خمسة يجب عليك التزامها والعمل بها، نذكرها إن شاء الله باختصار بعد الأذان. إذن قال عليه الصلاة والسلام فإن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الرسول؟ ذكر خمسة الأمور. إذن الخلاصة شنو المعنى؟ الأصل أن الإنسان ما يجلس في الطرقات، فإن كان ولا ود بغي يجلس فلا بأس بخمسة شروط، إذا هو غير التزم بهذه الشروط الخمسة فذلك جائز، ليس قادرا على الالتزام بها فلا يجوز. شنو هي الأمور الخمسة؟ قال عليه الصلاة والسلام غض البصر. غض البصر عن ماذا؟ عن كل شيء يكره الناس المارة النظر إليه. غض البصر ما كاينش مش غض البصر غير عن النساء، لا، غض البصر عن أي شيء يكره الناس في العادة أن يرى، أن يرى منهم. الناس في العادة ما كيبغيوش الناس يعرفوهم ولا يشوفوهم، ولهذا ذكر الفقهاء أش؟ ذكر الفقهاء من ذلك غض البصر عما يحمله الإنسان في يده لأهل بيته. كاين بعض الناس جرت العادة يحمل في لأهل بيته شيئا ما، في يعني وعاء يحمل شيئا ما، خضارا ولا لحما ولا غير، قل أو كثر. فكثير من الناس يكرهون أن يرى الناس ماذا يحمل، فهذا يعد عورة. أي شيء يكره الناس أن يرى منهم فهو عورة، ينبغي أن تغض البصر عنه، لأن الناس ما كيبغوش عادة تشوفه. إذا ما تشوفش ذاك الشيء اللي ما كيبغوش الناس عادة تشوفه. واحد مثلا أتى أتى أوقف سيارته أمام بيته وبغي يحمل فيها ما أتى به لأهل بيته، ما أتى به لأهل بيته الأصل ألا تراه، قل أو كثر، ألا تنظر إلى ذلك. فينبغي أن تغض بصرك عنه كما تغضه عن المرأة الأجنبية، غض بصرك عنه ولا تنظر إلى ما أتى به. إذن غض البصر عن ماذا؟ عما يكره الناس النظر إليه، سواء كان امرأة وهذا واضح، أو كان شيئا يحمل إلى بيوت الناس، فلا تدقق النظر في ذلك، هذا واحد. قال كف الأذى. كف الأذى يشمل الأذى القولي والأذى الفعلي. الأذى القولي هو الغيبة والنميمة، اللي دايز غير شو فلان دار كذا، مشى لكذا، جا من كذا، وتدخل في عرضه وأهله وتفاصيل حياته، هذا من الأذى القولي. أقل شيء إلى الإنسان ما وقعش في الغيبة والنميمة ولا أيوقع فاش في الكلام فيما لا يعنيه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا، أقل شيء أنت ما غبتي ما كذا ولم تتكلم بسوء تفصل وتفرع الكلام فيما لا يعنيك، فيما لا فائدة لك منه، ما غتاخذ منه لا أجر وربما تأخذ منه عليه الوزر. إذن كف الأذى قلنا كيشمل الأذى القولي والأذى الفعلي. الأذى الفعلي بحالاش؟ بأن تضايقه في الطريق. كاين بعض الناس هو كيجلس في الطريق لكن يجلس وسط الطريق،
أو يجلسوا بجانب الطريق بحيث يضيق على المارة مرورهم. اللي غيدوز على رجله يضيق عليه، اللي غيدوز بسيارته يضيق عليه، يعني يجد الإنسان حرجا في المرور. ماشي جالس بعيد ولا يؤذي الناس، هذا أذى فعلي. إذا كفوا الأذى، الأذى القولي والأذى الفعلي، بحيث إن المارة لا تضايقه بجلوسك. ثالثا قال رد السلام. علاش؟ لأن السنة شكون اللي خاصو يسلم، المار ولا الجالس؟ المار هو اللي يسلم. إذا ذاك المار من اللي يسلم عليك واجب عليك أن ترد عليه السلام. رابعا الأمر بالمعروف. المعروف كما ذكرنا هو كل شيء عرفه الشرع، كل شيء لم ينكره الشرع، لم ينهى عنه. فإن رأيت من أحد تقصيرا في معروف، إن رأيت أحدا يحتاج إلى نصيحة، فمن حقوق الطريق أن تنصح لمن يحتاج إلى نصيحة. واحد داز بالك مقصرا في أمر ما ولا كذا دون قصد تتبع عورته، أنت ما قصد تتبع العورة دياله، لكنك تعلم عنه لعلمت دون قصد تقصيره في أمر ما، فمن حقوق الطريق أن تنصح له، أن ترشده، أن تدله على الخير، أن تأمره بمعروف عنه. ربما ترى تقصيرا في ولده، في أهله أو نحو ذلك، فيجب النصح له. والنهي عن المنكر، إذا رأيتم منكرا يفعل فعليكم أن تنهوا عنه. دائما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منضبطا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منضبط بالضوابط السابقة. خلاصتها أن يكون الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بلا منكر. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.